بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت. والقرآن قرآنك كلام الله وألا هذا الكيس ومن لدنه أكتي سنوك أهذي وليس ملأ من أوسنها قرآنك بمخلوق من أبو ريما أو فيبيد مركاو بابو، يعني هذا مخلوق نقض مركاو زول أو بابو. مسألة داسي مسألة الله يقانو قرآن كريم كا محوية وحين كم تهي مسائشة ضد أذك خلاف كأذك وكل حمري بين أهل السنة وبين الفرق الضالة. أهل السنة أو دينعة يكوحها جيتك كل أحدي ويغلف توضان اسكو موقف كأهي، لكن إن أي خلدمين أو أي مسألة الصواب كذي قرب مرة أياك بحيس أيقون وردنا مسألة مركة إمام كتاب كإسكاله الإمام أبو إبراهيم المزني مذهب كيسو سان وريب وصو الشيقني ومذهب كأهل السنة ومذهب كي السلف كوي وحين كم انتهي مسائشي لغو امتحاني و لغا فافيي انو قبا قران كو انو مخلوقي صوبتي كتاب كلو اللي فينا السؤال كنت مدين اي هيد من صوشك وحصو صاري الامام حاكم ابو عبد الله الحاكم وحصو صاري وكورنا يا ابو عوانة الامام ابو عوانة انو يري وحان وصو قلي ابراهيم المزني في مرضه الذي مات فيه حنونك وكوكيري ودي اسوا حنون سنه يا مصو قلبي وكاسوا حنكو ريبوري ما قولك في القران وراه هذا القران كك قبتم حيت حال القران كلا هذا هو معنى ما حد كاعتقاد سنت كاسوا ريبوري كلام الله غير مخلوق وإله هذا الكيسي مخلوقنا معه كاسوا حنريبوري هلا قلت قبل هذا كور ما حد ديويد وركاس ذكر ما لاغا مقلي واي وركاس وحو يقول لم يزل هذا قولي كما زول بود ولغي انو هادلكيي مذهبكيي سداسي ساسا ولغي رميسنا بود اسمه بدلي وكرهت الكلام فيه وحان كهدي ان انان مساله كهدلو اون دخ غلو محاذ أوها لويدي لأن الشافعية كان ينهى عن الكلام فيه شيخ يجي شافعي أيوح نعبا إن مسألة ذا سؤال الله صدح قاله ومرن كذي جدل كذي بحث كذي شيخ يسا كل الدر دار ممرك لأن الجدل كذي ضد ذو يمرن كذا فرها بدن نتيجة ملأ فقه قدر مرك فقه قبره وهل كاسي وح لكن مسائلا اسكا اوروري بوكويت مركا الشيخ يجيبان دردارن كيسي قاتب لكن ولي بوان رميسنا قران كو انو هذا الكيلاهي هي مخلوقنا اوسن هي مسألة سي مركا واجماع السلف السنة هي السلف كا اسكومي خلاف سنين انو قران كو كلام كيلاهي هي سيدنا وحا كتوصيا قران كلفتي ساو كتوصيا الله تبارك وتعالى وحويلي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه عيد قال هذا كم إذا وكاد البضو إن أمان سيس أمان سي سي إلهي هذا الكيس أودغيست. مرك القرآن كي واحد ليلي وكلام الله. سيدو كالوحا كم إذا الله تبارك وتعالى وحوري ألا له الخلق والأمر. أبورك الله إسكال أمرك أنا إسكال إسكال أبورك إسكال إسكال بمعنى ومخلوقاتك وحالك لدوي مركة
abuurkii iyo amarkii. amarku marka waa sifo ilaah, amarka waxaa soo gelaya hadalkiisa soo gelaya, kun baa soo gelaysa hadalkiisa qur-aankaa soo gelaya. marka amarkiisu iyo hadalkiisu makhluuq ma aha, maxaa yeelay ilaahay waa kala duwayo. alkhalqu waalamru baa la ysku catfo, cadfiguna asalkiisu mukhaayaruu keenaa, labada shay la ysku cadfay inay kala duwan yihiin. marka masaladaasi haddii la fara badan in loo raadiyo uma baahna, maadaama ijmaacu salaf ay tahay. abu saciidin daarimi sanad saxiixa wuxuu ku warinayaa, camar ibnu dinaar buu ka warinayaa, ninkii taabiciga ahaa, wuxuu leeyahay adraktu asxaab annabiyi sal alay wasalam faman duunahum mundu 70 sana, waxaan soo gaadhay buu ihi saxaabadii nabiga iyo dadkii ka dambeeyeyba ilaa 70 sano laga soo bilaabo, dhammaantoodna waxay lahaayeen buu yidhi allahu alkhaaliq wamaa siwaahu makhluuq walqur'aanu kalaamu llah minhu kharaja wa ilayhi yacuud. 70 sano dadkan soo gaadhay iyo oo saxaabo iyo taabiciin iyo culimo lahaa waxay isku waafaqsanaayeen oo lahaayeen buu yidhi allah waa midka wax abuura, wixii isaga ka soo hadhayna waa wax la abuuray, qur'aankuna waa hadalkii alle, isaguu ka bilowday oo ka yimid isaguna ku noqon doona, saasay wada lahaayeen. masaladaasi marka sidaa iyadaa wey, walqur'aanu kalaamu llah, hadalkii ilaahay wey, hadalkii ilaahay wey. haddii la yidhaahdo bimacnaa waa sifo ilaah, waa sifo ilaah, ilaahay sifaadkiisuna waa tilmaamo uu ku tilmaaman yahay, makhluuq ma ah, soo ma. masalan haddaad tidhahdo sifatu lxayaa, allah wuxuu ku tilmaaman yahay nolol, ama wuxuu ku tilmaaman yahay cilmi, sifadiisaasi makhluuq ma aha, laakiin waa tilmaantiisa oo isagu ku sifaysan yahay. marka qur-aankuna waa hadalkii alle, hadalka allena waa sifo min sifaatihi waay, ee makhluuq ma ahee, khaaliqna ma aha, makhluuqna ma aha, soo ma, khaaliqna ma aha, makhluuqna ma aha, laakiin muxuu yahay, waa sifatu khaaliqin, allaha khaaliqa sifadiisii waay, sidaasaa la dhahaya marka. tayib, qur-aanku marka kalaamullaahi weeye, bixuruufihi wa macaaniihi, xuruuftan allah saa ugu hadlay, macnaha ay xambaarsan tahayna allah ku hadlay, xuruuftu iyadoo macnaha xambaarsan buu allah ku hadlay tabaaraka wa tacaala. sidaasuu dhammaantii kalaamullaahi uu ku yahay, madhab ahli sunna sidaas wey macnaha. tayib, wa min ladunhu buu inay yidhi, qur-aanku xagga alluu ka yimid. taana waxaa ku tusaya in badan oo aayaadka qur-aanka ka mid ah, kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir, min ladun xakiimin khabiir, allah xaggiisa agtiisuu ka yimid, bimacnaa isagaa ku hadlay oo malakul jibriil ka dhagaystay, malakul jibriilna waa soo qaaday, nebi maxamed uu saa ku soo gaarsiiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. saasaa laga wadaa min ladunhu, waa sifa alle wey macna. tayib, maadaama uu marka sifo ilaah yahay, sheekhu wuxuu ina yidhi makhluuq ma aha, fayabiit, makhluuqa siisa waxaa lagu yaqaanaa inuu dhammaan doono oo baabi'i doono, kullu shay-in haalikun ilaa wajha, wax walba waa halaagsamaya, waa baaba'aya ilaa ilaahay wejigiisa mooye. marka haddii qur-aanku waa makhluuq la yidhaahdo, waxaa ka dhalanaysa waxyaalaha baabi'i doono inuu ku jiro, sidaasna sax maaha, waa sifo ilaahay oo wuu jiri doonaa. tayib, laakiin aakhiru zamaanka marka la gaadho oo qiyaamadu soo dhowdahay, ayaa qur-aanka la qaadi doonaa. oo xadiiska nabiga sal alay wasalam uu soo saaray alimaam ibnu maajah iyo xaakim ay soo saareen min xadiidi xudayfa ayaa wuxuu leeyahay, wayusraa calaa kitaabi illaahi fii leylatin falaa yabqaa fi lardi minhu aaya. aakhiru zamaanka wey marka adduunka gabagabaye, ilaahay kitaabkiisaa lagu soo guuraynayaa habeennimo, markaasayna hal aayadoo ka mid a aynu dhulka ku hadhaynin, waa la qaadayaa marka. waa meeshay marka leeyihiin yani minhu bada wa ilayhi yacuud, alluu ka soo bilowdo isagaa ku hadlay, marka dambena isaguu u noqonaya, ee ma baaba'ayo ma dhammaanayo macna, saasaa laga wada. tayib, madhabkaas marka ahlu sunna way isku waafaqsan yihiin, waxaa soo guurinaya ijmaac soo guurinaya a'imo fara badan sida alimaam abulqasim ilalakaa'i iyo abunasrin sajsi
iyo ibn taymiya ee waxay soo guranayaan in mas'aladaas uu san khilaaf ba ku jirin bayna saxaaba tabiinta iyo aaymadii sunnada inta inayna isku khilaafsanayn inuu quraanku kalaamkii ilaahay yahay makhluuqna uu sanahay kaliya tu kelimada makhluuq ma aha quraanku wuxuu yiri waa kalaamullah xadiista nabigana waxa ku soo aroortay waa kalaamullah saxaabadiina waxay itlaaqi jireen iyo salafkii waa kalaamullah laakiin gayru makhluuq kelimada dhahaysa saxaabada lagama hayo taabiciintana lagama hayo kelimadu waxay soo baxday markay muctaziladu ay fikir akeeneen qur-aanku waa makhluuq ooay faafiyeen oo xataa madaxdii iyo dowladdii ay qaateen oo culimmadii sunnada in lagu imtixaano la bilaabay xilligaasa waxaa soo baxday inay isticmaalaan a'immada sunnadu kelimada gayru makhluuq makhluuq ma aha kelimadana waxay u isticmaaleen calashaani waxaa keentay inay lil bayaan iyo iidaax iyo caddayn u isticmaalaan oo madhabkan muctazilada iyo jahmiyada iyo siday muxuu ahayay ay u radiyaan ayay uga maarmi waayeen ayib a'immada qaar ka mida waxay soo guurinayaan inay salafku isku waafaqsanaayeen ruuxa qaba qur-aanku waa makhluuq inuu kaafir yahay qur-aanku waa makhluuq ruuxii qaba inuu gaal yahay bay qabeen in badanoo a'immadii salafka ka mid ah ayib bal ijmaac buuba soo guurinaya ninka la yidhahda abu nasrin sajsi ibnu taymiyana wuxuu leeyahay madhab caanu ahaa oo cinda a'imati salaf in la takfiiriyo oo la gaalaysiiyo ninkii yidhahda qur-aanku waa makhluuq caan buu agtooda ka ahaa ayib laakiin waxaa u baahan in lagu baraarugo takfiirkaasi waxaa laga wadaa waa takfiirkii mutlaq ahaa waay ruuxii waxaa sameeya waa gaal laakiin takfiirka acyaanta isagu waa ka gedisan yahay shuruudihiisuu leeyahy saas daraaddeed imaam axmed wuxuu ahaa ragga ugu adag mas'alada ah qur-aanka in la yidhaahdo waa makhluuq ninkii loo xidhay buuna ahaa muddada dheer u xidhnaa haddana maca dalika jahmiyada iyo muctazilada iyo madaxdii qabtay ee ku ciqaabaysay ee ku garaacday ee xabsiga ku gelisay qur-aanka waa makhluuq dheh sidaaba u xidhayba haddana maca dalika ma qabin inay acyaantoodu diinta ka baxeen bal gadaashoodu ku tukanahay waa u ducaynahay maca dalika fikirkay qabeen oo weliba dadka ku garaacayay marka waxaa la kala qaadayaa mar walba waana madhabka ahlusunnah masaa-isha gaalnimada keenaysahay ayaa waxaa la kala qaadayaa yacni waxa weeye itlaaqa iyo tacyiinka saas wey waa madhab mutarida wa markii la itlaaqayo waxaa laleeyahay wixii sidaa sameeya waa gaal ruuxii yidhahda qur-aanku waa makhluuq waa gaal ruuxii waxaa ku dhaca waa gaal waa itlaaq waay ruux gooniya markaa lama magacaabo laakiin ruuxii ku dhacay laf ahaantiisa hala gaalaysiiye markay timaado waxay u baahan tahay markaa kafiirsi siyaada in la sameeyo oo shuruud yacani maxaa u geeyey ma jahli baa u geeyey ma aqoondarra u geysay ma xujadan ku oogmin muxuu ahay wadcigiisa la fiiriyo wahaa kada marka waxay u baahan tahay markaa si dheeraaday u baahanaysa in loo fiiriyo way kala duwan labada masale marka taas waxaa kutusa marka tacaamulkii imaamu axmed caleyh raxmat ullaahi uu jahmiyada iyo nimanka masalada qabay uu la mucaamuloon jiray haddana isagiiyo keyrkiiba ay itlaaqi jireen jahmiyadu inay gaalo yihiin iyo keyrkoodu macna ayib walqur'aanu kalaamullaahi waa ilaahay hadalkiisa weeye wa min ladunhu agtiisuu ka ahaaday walaysa manuusan ahan bimakhluuqin oo fayabiida uu baaba'o yacni yaa khilaafsan ahlusunnaha masaladaas waxaa khilaafsan jahmiyada iyo muctazilada oo qaba inuu qur-aanku makhluuq yahay halkaas iyagu mareen waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu ku dhex abuuray makhluuqiisa mid ka mid a halkaasuuna qur-aanku uu ka yimid oo makhluuq baa lagu dhex abuuray isaguna makhluuq buu ahaa makhluuqii baa ku hadlay halkaasay ka baxeen waxaa kaloo iyagana khilaafsan nimanka la yidhaahdo ashaacirada fii mas'alati alqur'aan ashaaciradu madhabkooda marka la xaqiijiyo waa muctazilo cinda taxqiiq marka laga tago cibaaraadka marka laga tago oo la xaqiijiyo oo si fiican masalada loo dhiraandhiriyo madhabka ashaaciradu wuxuu aadayaa madhabkii muctazilada maxaa yeele iyagu waxay dhaheen qur-aanka markii laga hadlayay kalaam ilaahi ma aha bay dhaheen laakiin
وعبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله معناه ما حلق وضع، يعني كلامك إلهي أيال لقص عبري، لأن وحي لي الكلام وصفة قائمة بذات الله، معها وح انتو صوت أما حروف ليه ولا مقلة يا ما وصفاء إلهي تبارك وتعالى وكصفي سيني هاي كذبنا عدبا انتي صفتي كفها انتي بيسوا عبرت مركع عبرادا حروفا إلهي ملح لكن معاندا أيا إلهي تبارك وتعالى صفتي سي كلام كذاتك هاي أيا لقى فهمي كذبنا حروفتنا لقوا عبري مركع عبارة عن كلام الله هو سؤال وحا إيماني سيا عبري مركع يا انتو فهمي عبري هذه لا دم وجبريل با عبري اذا مركا مخلوق بنقنا يا صومه صحروف تمشي ضال مخلوق بنقنس يا عبري وي مركا مر بهدوسن الله حروف تن يا معانيدن استصارن كهلين او جبريل كدغيسنن او سن سا اسو غورين اي اتر هذا ما اي هذا الكيسي با لا سو عبري يا عبري او حروف تن كو عبري حين نقنس هذه وسن الهي لهن مخلوق با عبري وي حقيقة ما هي معنى زمرك معنى القرآنك ومخلوق ساس إني نتيجة ساس إيمان إسا وأنا ميد دمرك يديران ديريان أي مدى وضع قار كم إذا مذهب كودة وحي لهذين ومدى من ميلا صارنين بس أي شبطن كيد نواساس إلهي أمرك معتزلة مذهب كودة ومدى بسكعات بعض الباء هذا لكن ورك هذا واقعين لكن أشاعره مسائل فربضا وحي اسكود ديان إني وحد حد حاذيان وميل دحد دقان ماشي دحا مركا معنى الآن كسو بحيس صبينا صمرا مسألة مثل القضاء والقدر وحيسكو ديانين الدقان بين مذهب المعتزلة وبين مذهب أهل السنة صوما مركاسا وحي لهذين مسألة الكسب بيكينا حقيقة ما لها صان صمر طيب تانينا مركا يتبقى القرآن كي مخلوق ما أهدها هو كلام كي إلهي ويكون دي الرنوية سيدا معتزلة نوي دي الرنوية ينقي سينما يكون دهان القرآن كو مخلوق هذا خلدنا دينا إيران تنوّه. سيد أهل السنة هنا يمران ويرادون والقرآن كوا هذا الكيله مخلوقنا معها ووركوا عددنا ما ينمرن. لكن ما لحد حد يكدسينه. أيدينا نتيجة ذي اللي سجها رماي باشا و و و وليس دبجلي. هذا الكي مركي لحق شيء سجوا حكوسه فريستي والقرآن كوا مخلوق. مركي وحبا عبارة يعني لوجود قدين. عبارة وحبا يعني لوجود قدين. يعني يجي يوحى إسكومي ذا نمك اللي هذا ما تريد هذا. ما تريدون وحي إليهن وحكاية عن كلام الله قلت أن وحي دعوة عبارة عن كلام الله كل ذلك أنا ميل بيوذ تيس مركا وحاصرنا وحويان ومذاهب محوها خلدهم طيب انت هنا كبدحن مسألة لو براروتشين مضان باتشرتا او ايضانا ملقاها الله ماشا ايضا ومسألة لو يلاهدو ولا يلاهدو مسألة اللفظي مسألة اللفظي يعني الفاظة القرآن كمركا أن أنا كهلا إنه أما أخرين أما أن قرين أما لابتين أو كتشرو أو نحفظ السنة أيا وحلك القاضية مركا أخرين يسو أخرين تلف أهانتر هي الصوت كبحية هذا إسكاله لكن وحى أخرين يسيت كل صوتين يسو وقرآنك صوما مركا قريش وقران قدم مسحف كويال وراقض ومخلوق خضنا ومخلوق قلنكي قرينا ومخلوق يا لكن شيء قال قري معي وكلام الله صامة وكلام الله لا ابتعدوا كتشرا قلبك هو مخلوق لكن قلبك وحا كتشير قرآن كي مخلوق ما ساسر هدو لاب تقلو هدو عرب كوها الله هيو هديك عن قريس وميلكو قرية هاي وحاك للدوان وحي مخلوق أولي هاي هي قرآن كوها كالدوان مسألة ذا تفصيل كذية فافاهين تيرا وحا إسكاله و آد أداوي الإمام البخاري عليه رحمة الله ninka si fiican u bisleey oo kala saaray kala dhigdhigay waa isaga
مركا كتاب كيس خلق أفعال عبادك مسلاه سكوس ليسين وتفصيل كاسو قلينيه أي ماذا كليتو سجع وان بيوشها لكن أسقو توسع فيها بل صحيح البخاري كيس حتى كتاب التوحيد كأقدام بيه مسألة داسي أبواب فربنا بقصاص لكن إن الجبر رجع لبها هي شرح أو شرحي الإمام حافظ ابن حجر عليه رحمة الله شرحي سلق ما فهمي لكن وحاصفي عن باب كاسي كتاب التوحيد هداد شوكته شرح آت كأقيم بضني وحويان وشرح أولي هاي شيخني محو هاي عبد الله الغنيمان يعني وحويان وشرحي باتي لو مجلد كشرح مركا هدي أدسلر راتستو كتاب التوحيد أبواب تاس وكشيغي هي كتاب خلق أفعال العباد أبواب تيسا هذا إسلر راتسته وحكاك صباح مقصود كبخاري إنو صنأهين سيدة حافظ بن حجر أشرح وحبضن بقى مركا ميشا كيه لي معنا مركا مسألة داسي ومسألة داس لكن الإمام أحمد عليه رحمة الله وحو ليه تشري السوق مسألة دا وحو ليه تشري وكي ليه تشري من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع بالهجر جامي محولة يا هاي لأن لفظي بالقرآن مركات لهذا لما معنى سوق لي إن أتكوض كهالد أن كهالد بمعنى المصدر كهالد رواقد أن كرواق ومخلوق معناها كلمة ده ولا فهم كره وأنا معنى صح إن أتكاد كوه الله يسأد آخرين يسأد كوس صوديين يسأد لفتي سكودنا وادي أكرت والملفوظ أمريكا الملفوظ ومركا قرآن كيا كائناتنا هذا ومخلوقنا ده ورايق الجهمية ده كلمة ما دام أي لبض باحتمال كرتو إن إطلاق ده إمام أحمد ديدين لأن مركا إطلاق ده معنى فاسد أنا ولا فهمي كرا معنى صح أنا ولا فهمي كرا كلمات كنوع عسكلا أيضا للتفصيل إننا لما إطلاق يعني وإن كلا صارت ومعناها الصح ذا عديسه كخلت كان عديس طيب هذات إلى هذا غير مخلوق نوح كوضع إمام أحمد عليه رحمة الله يعني سيدة يضبع إن لا استعماله كلمة بانكسو أروني سلف كي مركي إن لا يسكد أيام فيها لكن كلمة الرجل أي مدي السنة كم إذا إطلاقي وأنا وحيا هذه المسألة خلافية بين علماء السنة لفظي بالقرآن مخلوق ما لديه كرام سلامات له كريو لحظة ذا يسكو خلاف صناعية ابن القيم في الصواعق المرسلة وحولية هاي مذهب كبخاري باس أحسن ومسألة إن لا تفصيلية لك لقو إمام أحمد نوح وسمين يسيرا يعني السد من باب السد ذرائع كهرتك أهان كلمة محتمل كا سيدة ذا باستعمال كيدو ديدنا لكن إمام بخاري هو تفصيلي سيدي سا إن لا تفصيلية لك لقاضو أيانا الصحب ولي هاي مسألة سينا سيدة يدا بمعنى طيب مسألة المركز أسان صوت المانيبا ومسألة علماء السنة لغو امتحاني وحيلي جينيك لديه تشري مأمون هارون الرشيد أولي حيلي حيلك مسلمين تهي بغر كوها أيو نوحو أهان تشري تشعل علماء علمي تشعل بو أهان تشري سيغلفتي سنين أقوان لبوها مركز نمان كان معتزيلة دابا انتي ونشانس كهلة باي فكر كيكو قان عيان قال ليال بيقول نقدين دولة دي سي بي قالين كده من الساقي بفكر كوقان عيان مركي كوقان عياننا وحي لهذين فكر كاوحي كالسهر جيدو عالم الإسلامي جوغا علماء دي ساة رجل يقانو هلو يرو هلو امتحانو ننكي ليه واي قرآن كوا مخلوق إن لدلو قرط الله عسيو إن لكرباشو إن لحلو سيدي بو كوقان عي مأمون تلاوة دي بالله قاضي وحين لقى مركع علماء المسلمين تلا امتحانه هو قاروا على الدلي ومسألة سألوا الدلي قار حبسية ذي كل انتين قاروا اسكا التورية استينو اسكا وحوقا اسكا حيالة استينو يعني انتي اللي هو مكرا وقصبين هذا لا يكفى كذا انتي لهم بيسيدا كفى كذا قار حبسية مددير كتير سيدا ما محمد وكاليوتو واعد كيستين الى الهي مركي دنبي اسكا ايو واثق ايو كل داسي مركي دنبي ويمنك الاجر متوكل وتوكل بامركي دم بفكر كي بدلي وعقيدة دي أهل السنة انتو قاتي وعلماء دي حفسية دي كسي داي وفكر كي بابي إيه وماشا كساري
marka waqti taqriiban 22 sano inay ahayd baan u maleynayaa baa imtixaankaasi socod masalada ugu darayna culimada lagu imtixaanayna waxay ahayd qur'aanka dheh qur'aanku waa makhluuq war ma dhahayo qur'aanku waa kalaam ilaahay waa kalaam ilaahay niman waaweyn inta lagu dhiibin baa qoorta lagu casaynaa marka imtixaan weyn buu ahaa waa masalada loo yaqaano fitnatu khalqi lqur'aan baa la yidhaha fitnatu khalqi lqur'aan waa meesha imaam axmed uu kula bixi doono imaamu ahli sunna loo bixiyo imaamu ahli sunna markuu sabray oo adkaystay oo xabsiga muddo dheer ku jiray oo ilaahay sababtiisa uu masaladaasi ummadda ugu caddeeyey iyo sabirkiisi masalada way macnaha marka masalo sahlan maaha masaladu marka qeexitaankeeda iyo madhabka yani ahlu sunna sidaa wey wuxuu yihi sheekhu marka wa kalimaatullaahi ilaahay kelimooyinkiisu wa qudratullaahi iyo ilaahay qudradiisu yani awooddiisu wa nactuhu iyo sifadiisu wa sifaatuhu iyo sifaatkiisu waa isku macno tilmaamihiisa iyo sifaatkiisu kaamilaatun waa kuwa dhammaystiran gayru makhluuqaatin oo kuwa la abuuray aan ahayn daa'imaatun way kuwa jiri doona azaliyaatun horeyna u sii jiray weligoodba sii jiray walaysad mana aynan ahaanin bimuxdathaatin kuwa dib laga keenay oo fatabiida ay baaba'do walaa kaana mana uusan ahayn rabbunaa rabbigeenna naaqisan mid dhiman muusan ahayn oo fayasiida uu markaa ziyaado bimacnaa wuu calan ka hadlay allaha sifaatkiisa tabaaraka wa tacaala allaha kelimaadkiisu waa kelimaadku waxay u qaybsamaan ama alla kalaamkiisu wuxuu qaybsamaa kalaam ama kelimaad kowni ah iyo kelimaad sharci ah kelimaadka kowniga ah waa kelimaadka uu kownka ku maamulo waa allah hadduu rabo inuu shay abuuro muxuu ku abuuraa inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun kun marka kelimaadkiisa way soo ma laakiin maxay ku saabsan tahay kownkay ku saabsan tahay yacani kelimaadka waa kelimaadka kownka lagu maamulo wuxuu dilayo wuxuu noolaynayo wuxuu ridayo wuxuu saarayo yacni waxa weeye kelimaadka marka waxaa la yidhahdaa alkelimaatu alkowniya kelimaadka kowniga ah lama dhaafi karo soo ma kelimaadka kowniga ah khalqigu ma khilaafi karaan oo waa kii ahaa ducadii nabiga sal alla alay wasalam acuudu bikelimaati illaahi taammaat alatii laa yujaawizuhunna barun walaa faajirun min shari maa khalaq mid baari iyo mid faajira toona kelimaadka kowniga ah ma garamari karo waa inay saa u fulaan laakiin kelimaadkiisa sharciga ah waa kelimaadka uu alla tabaaraka wa tacaala kusoo waa kelimaadka uu rabbi tabaaraka wa tacaala usoo dhiibay malakul jibriil oo kutubtii ay ku timid waay kutubtii ilaahay soo dejiyey kasoo bilow kitaabkii ugu horreeyey ilaa kitaabkeena qur-aanka ugu dambeeya kelimaadka alle ee tabaaraka wa tacaala sharciga ah ee addoommadiisa uu yacni amarka iyo nahyigiiya ku siinayo ama ugu warramayo ayuu marka ku imaanaya maca marka kuwaasoo dhan baa soo gelaya wa kelimaatullaahi ilaahay kelimaadkiisu iyo qudradiisa iyo tilmaamihiisa iyo sifaatkiisu way dhammaystiran yihiin makhluuqna maaha bimacnaa ilaahay sifaatkiisu meel ay dhimanaan ka soo gasho ma laha kulligood waa wada kaamil waa hadalkaa tafsiil baa ku jira tafsiilkiisuna waxa weeye sida saxdaa waa wuxuu yihi sifaatu llaahi kulluhaa sifaatu kamaalin laa naqsa fiiha biwajhin min alwujuuh ilaahay sifaatka lagu tilmaamo waa sifaatka thubuutigan ka wadna sifaatka ilaahay loo sugayo waxay dhamme waxay xambaarsan yihiin alkamaalu lmutlaq dhammaystirnaan buuxda oon kala dhimanayn bay xambaarsan tahay dhinacnabana kama soo galo naqsi kama soo galo dhimanaan ma soo gasho sida maalan markaad ilaahay u sugto alxayaa sifada noloshoo kale ama sifada cilmiga oo kale markaad u sugto cilmi xuduud leh oo naaqis ah ilaahay cilmigiisu ma ah cilmiga makhluuqa wuxuu yahay si kasta hadduu u cilmi badan yahay cilmigiisu xad buu leeyahay saas daraaddeed waa naaqis soo ma allah laakiin cilmigiisu waa kaamil
كمالا مطلقا وحكه اصبح سني مجرو صوما حياته له نولل بو كسيفيسن يحي نولش الله تبارك وتعالى وصفه كامله مطلق يعني وحوي الكمال المطلق ونولشي سميل نقص كسو غلم له لكن خلقي نولشودو نقص با غلا اجيبو كغلى نول كسته او مخلوق النول كميدا مر بين نولشي سو بلاوت صوما سو نقص ما هذا مع ذلك النول كامل ما هي وحا سو دخغليا يعني نقص با سو دخغليا مثلا يعني هلمان با سو دخغليا وحا سو دخغليا هردا سو دخغليس سو ابن هذا صوما يقول انه سيحن روح مركو سيحو هردا غلو وانا النول يحي لكن النول ناقص نولي صوما ونقص وا لكن رب تبارك وتعالى نولش يسميلنا نقص كما قالوا صاص دراديت بالا استوادغ اوفيرس الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم بل يعني نولش يس كامل كا وحي ميشا كسارايسا اني اما لول ما قبطو اما هرد قبطو ما ديديا الحياه المطلقه ديديس صفات مطلقة أي ديريس مركا صفاتكو واسداوة صفاتكو مركا لنكا مركا لغا فيريو نور بين قونيان صفات معناها يفائدين يان اوي هاي معنى كمال فائدين يا كمال مطلقة إلهي بالغو يطلاقه كوا يغا يوح بلغا سوريب صفات كقار كودنا وصفات فائدين يا وصفات فائدين يا نقص فائدين صفات كنقص مطلقة فائدين يا أيقنا إلهي لقمة المامو أبدا سنبا بوجه من الوجوه ممتنع بكي ومحاكم إذا مثلا سيدا صفة الموت أوكل صفة الجهل أوكل صفة العجز أوكل صفة النسيان أوكل وصفات من جميع الوجوه نقص فائدين إلهي لقمة إطلاقي كرو صفات كقار كودنا وقيبت الصدحادة وجه مركات كفي رسانة صفة كمال بين نقدان وجه مركات كفي رسانة صفة النقص بين نقدان حال وحي نقدان صفة كمال حال كلنا وحي نقدان كران صفة النقص صفات كنوع عاسة حال كأي كمال كفائدين يان إلهي باللغو إطلاقي كرا حال كأي نقص كفائدين يان إلهي لغو ما إطلاقي كرا محاكم إذا مثلا وحاكم إذا مثلا صفات كمثلا مكرك المكر والكيد والخداع والاستهزاء موجودة صفات كأيجا مر معناها يفائدين يعني معنى أمان يا كمال فائدين يوا حالات كلية مر كلنا وحي فائدين يعني نقص بفائدين كرا وقرمي كمال فائدين كرا وحي كمال فائدين كرا مركو الروح انتو مركي عدة قصة فيسني صفدا ايدا اي كولا معاملونايسو عيد اسغا اسكو دايداي اني كولا معاملوتو ان اد انتاد كولا معاملوتو كغريسو وصفته كمال عيد مثلا اسكو دايداي اني كيد كوغو سميسو دغر دغرتي باد لا غشاي وانا كغريسي وا امان وا سومالي انا ماي كوتوسي قوة إيه قدرة كتوس إنها كران إيه أول لدى كتوس صوما روح مثلا سكودة إنه كو خداعة خداعة عيبا الله سميس وهذه السقع ليس وهذا كغرّيس وأمان صوما مركا مقابل واه وقالوا قولا ضمعي وهذا السقع ليس وقالوا قولا معاملوا ضي وقالوا قابش مركا وحي نقول إنسا صفة كمال بين نقول في هذا الحال لكن أيضا لقول المعاملون إن أضغو كب اللوض وكيد خداع استهزاء يأت كب اللوض أضغو مركا وصفة نقص صوما وصفة نقص عيد أن كيد كو قصمين إن كيد كو لكعدو أم عيد أن كو خداع إن أضغو خداع كب اللوض مركا سي عيوة صوما وصفة نقص ساس تردد بصفات كنوع عاسي قرآن كوحي كو إيمانا يان يغو يعني أضومدي أو إسكود ديي والله تبارك وتعالى كلام عملون يوم مقابلة هست يكو إيمانا يان إنهم يكيدون كيدا ها
وأكيد كيدا صمح الله بي دك ريان وحولي الله يي دك ريان أنو قنا أيجان دك ريان صمح يعني دقر تودي أي إله كلك عيين بو الله وحو قابلين يا دقر مركزو كغا أتكان يا مركز وصفة كمال صمح جد يخادعون الله وهو خادعهم خداع بي إله كلك عن أسقون هو خداعي خداع عودين السعوة تيسا سعوت صلى الله عليه ويمكرون ويمكر الله صلى الله عليه مركا مقابل بكو إيمانيسا مقابل بكو إيمانيسا سيدا سدراد ديد أيضو ساو قيدا إن إلهي كو إطلاق دموية صفاتك نوعا سيقو مطلق إلهي كو إطلاق كرت مدهي كرتيد إلهي صفاتك سوا حكم إذا مكري وحكم إذا كيد وحكم إذا خداع ما دي كرت لكن صفات كيسا وحكم إذا أن يقابل الخادع بالخداع وأن يقابل الكائد بالكيد وأن يقابل الماكر بالمكر مركا وصفة أمان أوا لأن عدة انت اللي سكود إن لا تكره بقرتي اللي قرره صوف نقسمة لكن محي أمانك تهي والسكود دي وانا لكريوه مركا محي كتوسي أود إنو ليه سوچه دو أدو كور حيو أن لم مري كرين صفات كمال بي مركا نقوني سا معنا مركا صفات كنو عاسا معنا نقصي مركا فائديني سو مركا إنا قيد كوذنين إلهي لغم إطلاق وخلف مركا قيد كوذن تصيدا قرآن كتو منا إلهي والغو إطلاق ومحي إلي وصفة فعل أستغانا الله إسكو إطلاق تبارك وتعالى لو ديدي ماي مركا مركا صدح سوق قلب حيا وصدح ذي صفات مطلقا بصفات كمالا سيدا علمك إيو سمعك إيو بصرك إيو حياتك إيو محو أهي حكمة إيو صفة صفات مطلقا سي أهان تضي صفات كمال ويه إيو صفات مطلقا صفات نقصة كوانا وحن الإلهي لغم الصفين كرو إيو صفات صفات كمال في حالنا وصفات نقص في حال آخر تانا وحن ندي حالك أي صفة كمال كفائدين ينبا إلهي لغو أطلاق حالك أي صفة نقص كفائدين ينبا إلهي لغو مصفين كرو صدح حاسا مركا لغو كالقادة مركا لغا الله يو حق معاني ذا كمال صفات كرب تبارك وتعالى أي فائدين ينبا ساسي طيب كدب وحو إلي يلي دائمات أزليات دائمات أزليات إلهي دائمات كما حلقه هذا لو ذكر كلمة حلوك لا استعماله دائم وحلو استعماله أنت بدن مستقبلك مستقبلك بمعنى ويسي تشري دونا ويولي قد أزلي كان وحلو استعماله ويحي ولي قيسو تشري وانت بدن ماضي قال لو استعماله ساسي معنى مركة دائمات محلقه هذا ولي قد بيتشري دونا أزليات محلقه هذا ولي قد بيسو تشري معناها سألقه هذا معنى طيب مثل هذا سيمرك أيضا التفصيل بكتيرة تفصيل كتيرة وحوي صفاتك وحي أقيب سمان هرت مركه هرة لا بقيبوت والرئيسية صفات ثبوتية إيوه صفات سلبية إلهي تلمامه زي صفات كيس قارنا والله صغيا قارنا والود دي ده والقف فوقيني كو الله صغيا لأن كمال بفائديني كو اللود دي دينا لأن نقص بفائديني صوما طيب صفات كمرك ثبوتك إله الله صغير لغو صفين أيا وحي أقيب سمان لبقي موت صفات لذا صفات ذاتية هي صفات فعلية صفات كذاتك وصفات كإله ولقين أكت المانا ولقين أكت المانا أنتم صفات وحل لذا صفات ذاتية لذا يجا سواحيك لقبان صفات ذاتية معنوية هي صفات ذاتية خبرية صفات ذاتية معنوية وحويان وصفات كإله ولقي بكل صفيسنا سيدا علمك يقدر ذا يسمعك يمقلك يمحرك ينرش
صفات كاس يوحي لمن وحلي هذا وصفات الذات وقال ولي كصف فيسنا ولي جينا كصف فيسنا دونه معنى هو ذن الله فهم أيوه يعني وحوي عقله معنى وكفهم كري طيب إسلقيب تاع صفات كواحد قال لي صفات كخبري قال له يقان وصفات كخبري كواحيهين وصفات كيدنا إلهي ولي كتل معنا ولي جينا كتل معنا دونه عقله نؤسن جلي كريم به يعني علماء قاركود مركي شرح يا وحيد هذان وصفاتك مخلوق مركي لغو صفين يحبنها لغا عبره لكن الله مركي لغو صفين يحبنها لغا ما عبرك صوما وما حين قولنا مثلا سيدا مثلا صفات وجهك وكالي سيدا صفاتك مثلا اندها وكالي سيدا صفاتك مثلا قعنت وكالي سيدا صفات فراه وكالي صوما وصفات إلهي ولي يكسي فيسنا كنا سيفيسنا دو لكن صفات عقلي انتو قالوا السوقي كرماء صفات كنو عاسا مركي مخلوق آت فيري صوما عيادا سي مركا مخلوق لا آدو حبنيه سي بين نقونا يا مخلوق صوما وأعضادي يجواريح دي بين نقونا لكن الله تبارك وتعالى صفات كيسا وحبن الله مرنه صوما جواريحنا لقما إطلاق لكن محل هذا هاي إلهي تبارك وتعالى وجه بوليه صوما الله تبارك وتعالى يد بوليه الله تبارك وتعالى لك بوليه كل ذلك نصوص باكو سوغان مركا لا وضع النوع باو حاليسكولها صفات ذاتية صفات المعاني هي صفات خبرية لا وضع سي النقطة كل قوة واحد لسكول هذا مركا ها صفات ذاتية لسكولها وحنا كرد حياة ولقي الله وكو صفايسنا وانا كو صفايسنا دونا طيب مركا دائمات أزليات هادو تاسك وضو وصح قيبتا قيبتا الله بادي وحويان وصفات كليل هذا صفات الأفعال أما صفات فعلية ليلة أيها نوحا لقوضا وصفات كحرا إلهي دونيتان كيسا إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها إلهي دونيتان كيسا مركو دونو الصمين مركو دونونا ما الصمين محل إلى هذا تاس بمعنى مثال هذا وحي نقوم برتا مثلا صفة الاستواء وكله صمينا صمر إلى عرش وكسر ها مركو دونو كسر مري صفة النزول وكله مركو دونو سودك مشي هذه سيكو حرنت صوما مشي هذه سيكو حرنت صفات كمركا سيدا سوكله مشي هذه سيكو حرن وحي نقول إيسا محوة هاي وحل إلى هذا صفات فعلية لله أما صفات الأفعال صفات الأفعال كمركا إلهي تبارك وتعالى مشي أدي سكحرا مركو دونو حلقو دونو زمنكو دونو ميشو دونو بيكا دعيان مركا أي دعيان بنا الله سمينا أي وحوري أسي سمي سنما سوما وحوري أسي سمي سنما صح صفات أصل كذا الله وكتل مانا لكن صفات وحن أي فلين يسيكت لنا أي فلين تيدا مركز ربي سمينا يا تبارك وتعالى وحين كحر انت دوني تانكيس يدنو من خلقه إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء وإذا شاء صوما يجيء إذا شاء وكيف شاء صوما وجاء ربك والملك صوما ألا يمت إيمان شيه ربي تبارك وتعالى وصفة كحرا مشي أديس مركا وصفة فعل وهي صفة فعل طيب ساسا مركا لوك القاضي طيب تفصيل كاسي مركا تقسيم كاسي حكوفة إذينية دائمات أزليات أي مركاسي تفصيل كاسي كساب سينية هاي صفة صفة الكلام اللي هذا علماء وحيد هذا أصل كذا ملك الاعتبارية وصفة ذاتية مركا الله في ريو أحد دي هذا مركا الله في ريانا وحل هذا وصفة فعلية وقال لي ولقي إنو هالله كمو سنزولي صفة الكلام وكصفة إسنا ولقي بقى لكن قرآن كوكا لي حد ولقي بقى قرآن كو متشريني قرآن كمربو إلهي كو هالله مربو الضوني وكو هالله جبريل باك دقيست جبريل با مقلي وسو قدبي توريد مربو إلهي كو هالله جبريل با سو قدبي وحقوه كان نبي موسى هذا الكيسة وحدونا إنو كو أبوره مربو دهيا وحي بس ما يسميه
marka aaxaada marka la fiiriyo ka dhalanaysa mid midka marka la fiiriyo bimacna xilli buu leeyahy waqti buu ilaahay samayn mashiiadiisayna ku xidhanta laakiin aslu sifa iyadu waxa weeye waa muxuu ahaayey aslu sifa waa sifa daatiya waana sifa azaliya asalka sifadu macna ayib daa'imaatu azaliyaatu walaysad mana aynan ahaanin bimuxdathaatin sifaadkaasi kuwa dib laga keenay ma ahaanin oo fatabida ay baaba'do wixii dib laga keenayba waa baaba'a soo mayna soo marka wixii makhluuqaba waa baaba'ya walaa kaana mana uusan ahaanin rabbunaa rabbigana naaqisan mid dhiman muusan ahaanin oo fayasiida uu siyaado bimacnaa xilli uu sifaadka uusan lahaan jirin oo uu dhimanaa oo sifaadkii intuu dib ka helay uu siyaaday ma jirin weligiina waa ku sifaysnaa weligiina waa ku sifaysnaan doonaa isdhimitaanna meeluu ilaahay ka galamaba lahaba jallat alla way weynaatay sifaatuhu alla sifaatkiisu way weynaadeen can shabahi sifaati almakhluuqiin kuwa uu abuuray sifaatkooda inay u ekaadaan oo shabahaan bay ka weynaadeen sifaatka alle wa qasurat way gaabatay canhu alla xaggiisa waxaa ka gaabatay fitanu lwaasifiin kuwa wax sifeeya fahamkooda ayaa ka gaabtay qariibun way alla mid dhow biliijaabati ajiibitaan cinda asu'aali taa intaynaan gaadhin halkaa wuxuu ka wadaa imaamku ilaahay sifaadkiisa markaan u sugno oo wixii qur'aanku sheegay ama nebigu sheegay sal alay wasalam oo alla sifaadkiisa markaan sugno waxaan ugu sugaynaa si ilaahay u qalanta soo ma waxaan ka fogeynaynaa dhowr shay waxaan ka fogeynaynaa oon ka taxadaraynaa dhowr shay ama dhowr madhab oo khaldan oo garab maray madhabkii ahlu sunnah madhabka koowaadi waxa weeye markaan ka hadlayna ilaahay sifaadkiisa waxaan ka fogaanaynaa waxa la yidhaahdo attamthiil ama attashbiih waan soo marnay tamthiilka waxa la yidhahdaa attaswiya min kulli lwujuuh dhinac walba in iskula yani isku mid laga dhigo tashbiihana waxa la yidhahdaa attaswiya fii aqlabi lwujuuh yani dhinacyaha intooda badan in isku mid laga dhigo oo marka kelimada tamthiilka xeel dheer iyadaana qur-aanka ku timid iyo sunnadu nafyu tashbiih sideedaba nusuusta kuma soo aroorin culimmada waa ku timid hadalkooda laakiin qur-aanka iyo sunnada waxaa ku yimid nafyu almithli saas wey macnaha ilaahay wax la mida ma jiro xagee ku timid laysa ka mithlihi shay ilaahay wax la mid a ma jiro daatadiisa wax la mida ma jiro sifaadkiisana wax kula mida ma jiro asmaadiisana wax kula mida ma jiro afcaashiisana wax kula mida ma jiro soo ma laysa ka mithlihi shay marka maxaa meesha laga saaray tamthiil ilaahay sifaadkiisa markaad sugayso inaad tidhaahdo sifaadkani waxay la mid yihiin kuwa makhluuq oo kale kuwa malaa'igtay isku mid yihiin ama kuwa bini aadamkay isku mid yihiin ama kuwa jinkay isku mid yihiin inaad sifaadka ilaahay aad cid kaleeto sifaadkiisa kala mid dhigto waa madhab khariban waay marka taa waa laga taxadari waa laiska ilaalinay ayib leanno sida waxaa meesha ku jirta sifadu waxay raacsan tahay daatada asifatu taabicatun lidaat waay ilaahay daatadiisii lafahaantiisa baa wax iyay sifadu raacsan tahay ilaahay daatadiisu miyay makhluuqa shabahda ya soo kama socna sifaduna waxay raacsan tahay daataday raacsantoo iyadana midda khalqiga uma eka saas wey macnaa bal makhluuqa laftiisii baan isku sifadii aan isku sifo ahayn soo ma isku sifo ma aha markaad tidhahdo mathalan sifatu samci oo kale maqalka oo kale maqalka ibni aadamka iyo maqalka jinku isku mid maaha maqalka ibni aadamka iyo maqalka xooluhu isku mid maaha markaad mathalan tidhaahdo mathalan sifatu aludun oo kale ama sifatu lyad oo gacan baad sugtay mathalan makhluuqa laftiisaa kala duwan gacanta maroodiga iyo gacanta aadamuhu kala duwan sifadu mar walba warka waxay raacaysaa cidday sifo u tahay bay raacaysaa halkaasayna ka qaadanaysaa qaabkay u taalle ee ma jirta wax la yidhaahdo sifo uun dadko dhanka magaca ka dhexeeya laakiin nooca sifadu waa kala baxaya soo ma marka ilaahay maadaama daatadiisu ayna khalqiga shabihin
صفات كيسون خلقي كما شبهها وما إكا وما ندوى وكل صعي كو مسألة اللوات وأيضا أنا لقيت تحدري وحويان وحلى إلى هذا التكييف إلهي صفات كيس إن أدوس ما يسو كيفيو قاب هذا أدوك ترى هذا قاب معينة وترى هذا صفة مقل كساس أطلع عرشه كسر مري ساس وكسر ريا محو هاي الله وحو شكتي وجه وجه ساس ويلا إن كيفية يقاب شكته والصفات كإلهي أشكته أيضا هو مذهب منحرف وإن الصفات كسكته بلا تكييف أدون كيفية أشيغي صاص معنا كيفية أدون شيغي صوت روحوي إلهي تبارك وتعالى صفات كيس مؤغن صفات كيس كيفية دود مؤغن مدلة طيب والله قرآن كوكول ولا يحيطون به علما إلهي علم لغم كوبي كرو ذات دي سنة لغم كوبي كرو صفات كيس لغم كوبي كرو طيب محايا لك كيفية دا سيدة دا بوحالغو قرتا شيء مركي لغو شيء كيفية دي قابكو ويال يسيدة ويهي وحالغو قرتا دور الدريق ميت كميت صفتا إن الذات دا إسكالة قراتو صفتا دي مركبات قران قرتا مركي لغو لغو مثلا نكتا ابن آدم نكتا ابن آدم سو آدم ابن آدم كما قرنيس ذات ديس نكتي سنوات قرات حتى هذا الأركين وذات هذا أركته صفاتنا واتجرن كرتا. مركا إن ذات هذه كرتا صي أوت على صفاتنا مركا واتجرن كرتا واقو. طريقة اللي هذا الأوجر توحوي إن أد أجاتو مد لم مد إن أد أركته. السقي ما دركش لفهنتيسي لكن مد السقو كلا دركت. مركا زاو حلقولي يا هاي شيء هبل. والوجوش يجيو كان أد أركتي بيسكون مديه. صوما كان أكل أمواه، مر كان الصوفاء بميس، مر كان واضح عند أيضا. طريقة الصد هذا اللي جوه اللي كروحوه إن خبر رن اللجوش يجو إن تل جو والرما اللجوش رحوا اللي جوه هذا ساسوي على ساسوي على ساسوي على كيف هذا لقاعد صور الرما. صد هذا ميت كم إذا اللجو أجا صد هذي من ما هين. إله إذا تدي ستبارك وتعالى قابك أطيل الله ما هين. صو ساسمة. طيب. وحلا ميدون اوغا قياس قادنانا اون ريرانو كانو كلا ويانا ما هينو صفات كيس كيفيه اي يالان عيد نوغا سوورنتو تيري ساس يا ساس يا ساس اي يالانا ما هينو مر هدينا انت مين هينين سو اينو رانو مركا الهي با غراناي سوما الهي با غراناي تا معناه دو ما الهي صفات كيسو كيفيه ما لها ما شي كاستو او جيرا او موجود ا كيفيو لي لكن وحلا ديدي مخاي تاهي كيف كما هو التكييف وفرق بين التكييف وبين كيف كيف وحو الشيء كيفيه قاب عليه لكن اننا ان غرنين وحان ديدين وحو اننا ان اقونين سيده او تالو سو امام مالك من هذا الكسومري وحو يري والكيف ها والكيف غير معقول موسى لهن والكيف غير موجود مده صوم لكن وحو يري والكيف غير معقول لما فهم سنة لما يقان إلهي بها خاص لا ساس دردت صفاتك اللي دنك وحي كيهين متشابه هديلو لهذا صفاتك ما متشابه بها مثل متشابه ما وحال هذا هي من حيث الكيف هي كيفية ومتشابه ولا يعلم علمها وحقيقتها إلا ربنا تبارك وتعالى إلهي بها خاص لا صفات كيفيات كودا أدوم هذه سوء شيء وإحنا كما قرنين صوما طيب لكن ننك كلو معناها معناها صفات متشابهة ما والله قرنيا هذه لو يراد إلهي مع كيراده ما قلبه ألا ليه وما قل ما قرني سيدني هذه معناها ما قل ما تقنا سو معنا لا يقنا ما طيب أرك ما لا يقنا نلول ما لا يقنا صفات كمعاني ذو ذو ولا يقنا لكن كيفية ذو ذن لا أقول صار سمعان طيب مركوين هذا مسألة أنا هذا لقيت تحدره وحكى له لقيت تحدره يا مركان قال إنه صفات الله تبارك وتعالى وحلا إلى هذا مذهب التعطيل إن إله الصفات كي سبق ديد تعطيلك ومعنى إن إله الصفات كي سلود ديد ولا إلى هذا ما بلا بالصفات ومذهبك معتزلة ده إيوه جهمية ده طيب
صفاتك أما كوا خبرك أما صفاتك معنويك أما صفاتك صفات الأفعالك كل لو ديده أما قار لو ديده أيضا صفة تعطيل بل هذا وإلهي تبارك وتعالى وقرآنك كشيكتي نبي سنة أشيكي سلف كي صحابة دينا سيدا كسو كوقان عينو كسو قوريين إن أضغو هذه السوطة تدر إلهي صفاتها ملا وحكيتك كانت إلهي ساقا بشيكي ماذا نفتي سأقوحه قالس ماذا نبي محمد وعلمي بضن ماذا صحابة دي رسولك وعلم بضن مالك صفاتك انت سيسوغين هذا دوغو ديديش مالك صفاتك ربي هديد تعطيل كاللباء تعطيل جزئي أي تعطيل كلي إن صفاتك نوو ديدو إن قيب ديدو تعطيل كجزئي أه وحا كسي فيسان لمن كلي لهذا أشاعر دي ما تريد أشاعر دي ومعطلة لكن تعطيلا جزئيا صفات كقار بيديدان إن يربي سوغان ما هي سوغان صفات لإله ها صفات سبعة المعاني واحد لإله إن داصي سوغان وصفات كالإله صفة العلم صفة الحياة علم قدرة كلامك وليبا أين معنا حنا يكون فصيران إرادة سمعك إيو بصرك حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر تضبط هذا السؤال صفاتك كلي قرآن كوي مدور نن ويتيدان هذه أشاعر لو يديو اللي يدي ورمحات صفاتك كوك على الدورتين وإذا أنت نقصكتين أنت كلنا أديدين وحيد هذا للدلالة العقل بده عقلك أكو تصيئنا أنت الصفات كماليهن أنت كلنا إن نقص كدلنا يو إلهي بان كان نزهنو عقلك أكو تصيبه ساس درادت ماشا ايضا وفكر كي معتزلة تقديم العقل على النقل وأصل من أصول المعتزلة صمارتا مركي اللي يدادو أشاعرادو في باب الأسماء ومعطلة أيجي معتزلة دانا فرقو ينو مدحي انتي كلو نواد دي دين انتا سيسو بيان ساسو معنا طيب مسألة كليت كتحدر يسوحوي ويضنا آدنا اللغة تحضر اللغة هاي ومسألة إلى هذا التفويض تفويض كوحل إلى هذا إن إلى هذا معاني ذا أسماء ذا لما بيقان وحن الصفات كان لينا وفي مذهب كلو إساقنا خريبا ومدكو ابن تيمية شر المذاهب ومذهب المفوضة مذهب التفويض تفويض كوحل إلى هذا إن أتلا هذا معناها بلما يقان استوى على العرش معناها ذا والله ما قرنا الحي القيوم معناه هذا بل ما يقال السميع والبصير معنى الله ما يقال واح معناه هذا ماله معنى الله فهمه يمتشره صوما قول هذا أنا ومذهب إساقنا باطل أول ومذهب إساقنا باطل ساس دلادت قول هذا المعطل هذا أنا انت بضن إني الصفات كالديدان وحاكوب بحية صفات هذي السقان باوحي كفهمه يعني إني التشبيه كدلنيس وحي إليه إلهي هدان أسقنا يعني وجه أسقنا ونرانا إلهي سيد القرآن كل شيء وجه بوليه سو الدومة دي سلام النقل ماي ها ما حين نصمينا أن ديدنا مرك واروح تشير ماي هي وجه جوا حكلا على جوا ها هدان إلهي أسقنا الرحريس أسقنا أما عجب إلا يابد أسقنا وحكرنا ستي الدومة ده إنه وقع هذا سأصدرت دوينا نودين ونرانا معناها على جوا ده معنا كلا على جوا ده تأويل كوحي قال إلى هدان أصل كيسونا تحريفك صاص دلادت باوحى إلى هذا كل معطل مشبه معناه ما تقنا سيدي سبب إنه صفات كديدة محاكو بحي يا أوكا تشبه تصور التشبه هو تصور التشبه كان شاء أصاب حي هذا صفات سكت إلهي أدومضه كان يا صفات إنه ديدة بتاساكو بحيس مارك لا يعطل حتى يشبه مارك التشبيه بقول عيا كدي من وحوك كجف كنا يا وسليه كجف بعصو إنه نزه إله والتشبيه بركز التعديل قليه ساس معنا مرك إله الصفات كي سلود دي ذو وحن صفاله ما وحن شرين ساس دراد إذ بروح ابن تيمية كل معطل المعطلة تعبد إيش ها تعبد عدما ضدك إله الصفات كي سلود الأدي ذو وحن شرين بيعبدها ما حيل الله أن صفاله ما وحن شرين وحن صفة بكت المعنى وحن شرين ويس غما وحي شرائي أما خالقها النقضة أما مخلوقها النقضة صفات بولي
marka nimanka sifaadka oo dhan ilaahay kala dagaalamay waxay caabudayaan waxaan jirin waa sooma walmushabbihatu ta'budu ish ha ta'budu sanaman kuwa ilaahay khalqigiisa isku shabahayna sanam bay caabudayaan لأن إله ذي خالق هذا مخلوق كيسية مركب مخلوقات بيعبدها صوما مركب وحوي وين أتكفوا يسؤال تمثيلك تشبيهك تكييفك تعطيلك هي تفويتك صفاتك الله وين أتكلم دجال أنت وأنت أي ماشي كبحده صفاتك أنا سكتوي معنا جلت وي وين أتي صفاته الله صفات كيسو عن شبه صفات المخلوقين كو أبو رصفات كودا إن أو أكاتي كويناتي وقصرت وي جابتي عنه الله حقي سوى حكا قابتي فيطن الواصفين كوى الصفين يتلمام يفهم كوى ذاكا قابت ما حكا قابتين ألا صفات كيسا معناها إني يفهمان كما قابن لكن وحكا قابتين كيفيات كي صفات يا ألا ذات ديسا فهم كوى كسك دعي ما قالي كرم ولا يحيطون به علمه قريب ويا ألا ميتك لو بالإجابة أجيبتان عند السؤال سؤاش أكتيدة إنو أجيبو ألا أدويه بعيد ويميد فوق بالتعزز ها زين لا ينال علماء جاركر عالم ويميد كسرية على عرش عرش جيسو كسرية بائن ويميد كبحسن من خلق خلق جيسو كبحسين موجود ويميد جوجة وليس من أوصنها بمعدوم مذا انشرين معها ولا بمفقود مذ لوايين ما وحكوليه الله سو قرآن كريم كأين مرهن مركز إبريا يسان وإذين دوه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب النبي وهذا أضو مضي ذو إكاوي ديا وانو دوهي دوان شاها محل قوضة يا ماذا تدي سيبا دواتي ما ذا تدي سو عرشي كسر لكن واحد دو هذا يوحويان يعني قريب بالإجابة هنا إذن كأقبلون إذن كأجيبه دوان شاها ساسا لقوضة ووحوري قريب بالإجابة عند السؤال marka ogaanshihiisi ka warhayntiisi aragisi maqalkiisi ba ku dhaw yani ka mana foga mana dhagala wa ku maqlaya waana ku arkaya waana idinka aqbalaya baidun bi ta'azzuz waxa laga wada ta'azzuz waxa waa tamannu'a in cid soo aaday ayna soo gaari karin waxna yeeli karin marka ta'azzuz ka xaqiisana alla waa ku sareeya waa ku fog yahay oo la yunaalu lama gaari karo cid isku dayday inay wax gaarsiiso oo dhig u geysato miyay gaari kartaa leesh lannahu aziz marka bitacazuzi baciid marka xagga laga fiiriyana waa fogya oo la yunaalu lama gaari karo alla tabaaraka watacaala dhib lalama gaari karo layskumana day karo caalin weeye mid sarreeya calaa carshii carshigiisu ka sarreeya waan soo marnay masalada sooma علو الله على عرشه بذاته بعرشه سكسرية علوا يليق بجلاله تبارك وتعالى بائن ويميد بحسن من خلق خلقي سوى كبحسين هذا الكبائن من خلقي علماء السلف قرنه السدحات با استعمال كوضو أهايو استعمالي أدنى ويؤبضت مركا كذبه بائن من خلقه سيدة مثلا أبو زرعة أبو حاتم الرازي علماء قبل الله مسلمين ودماء مسلمين تكون الله أعلم بكسو قوريان يعني يضا بذاته يبائن ويو وحد كيلي كرتان مسألة ده تفصيل كذا مقدمة ده الشيخ الباني عليه رحمة الله وكسم هي كتاب كل إله ده العلو للعلي الغفار أو الإسكالي هاي الإمام الذهبي صامة ذهبي بقى إسكالي مركة وحا اختصاري الإمام محوها هاي الشيخ الألباني عليه رحمة الله مركة كتابك مقدمة دي سمقدمة وكسم هي آدو في قيمة بطن يوحو كجاه الله كلمة بائن يا قبي أو إطلاقي أي مدي سلف كا كلمة بذاته سيا إطلاقي والله جحيا يوم مذهبنا الرأي بكلي سل كتاب كلفتي سمعنا مركل لكن هو استعمالين وتشددوا دون وحوي وأن إنا وحد ديان إيضاح يا بيان بيوجا مرمي وهاي لكن القرآن كي السنة دي كم إيمان كلمة بائن كم إيمان صحابة دي نما استعمال لكن حلي الضمبي كم مرمي وين علماء سي أي مذهب كجهمية ذا يوم معتزلة ذا يو أي يعني أي أردية مرك بائن من خلقي وكبحسن الله تبارك وتعالى خلقي جيس أي مواوين باستعمال أيو رقي هراء طيب حتى قرني إلا بعضنا يبنون مبارك صمائن صح قرني إلا بعض حتى رجعوا باستعمال طيب
موجود ويا الله مد شوقه وليس بمعدوم ولا مفقود ولا بمفقود معدوم كي مفقود كوحود حيه معدوم وحل الى ذا وحان شري شرينبا ولي ما بسو شرينبا مفقود كان وحل الى ذا وح شري لكن لواي صوما مركا معدومنا ماها مفقودنا ما والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.